قبل ما تستثمر في العقار في المغرب في 2023 ضروري تسمع هذه النصائح ديال زين بوعياد الخبيره في سوق العقارات في المغرب. زين كانت في الشهر اللي فات ضيفه في واحد البودكاست ديال ليموبيلي وعطات فيه العصاره ديال المعطيات والتحليلات اللي عندهم على السوق المغربيه. اول حاجه دوات عليها زين هي المدن الاكثر جاذبيه في المغرب واللي خاصك تفكر فيهم هما الاولين الا بغيتي تشري دار على قبل الاستثمار، لانه غيسهل عليك من بعد تكريها ولا تبيعها. المدن ديال الصداره كما ديما هما طبعا الدار البيضاء والرباط، ولكن الفرق بيناتهم هو انه في كازا النوع ديال العقارات اللي كتمشي مزيان هما لي ستوديو الصغار اللي الثمن ديالهم كيطراح بين 50 مليون و 100 مليون، وهما احسن استثمار حتى الا بغيتي تكريهم من بعد. اما الرباط ففي الغالب الناس كيفضلوا فيها المساحات الكبيره في الديور اللي كيكونوا اوستاندين وساويين اكثر من 120 مليون. المدينه اللي طالعه بقوه في هاد السنوات الاخرى والاستثمار فيها يقدر يكون جد مربح في المستقبل هي مدينه طنجه. فاولا طنجه ولا بينها وبين الرباط غير ساعه ديال الطريق، وبزاف ديال الرباطيين ولاو كيقضيو لي ويكاند ديالهم في طنجه، وعاد كاين انباء كثير على شي نفق او قنطره كتبنى بين طنجه واسبانيا، الشيء اللي عاد غيزيد يطلع قيمه العقار قرات فيها. هادشي بالاضافه لان طنجه اصلا ولات مدينه صناعيه وبزاف ديال العائلات كيسافروا ليها باش يخدموا. وفي الاخر سولوا زينب لك عندك دابا مليون درهم وطلبنا منك تستثمريها في العقار كيفاش غديري ليها، وهي جاوبات انها غتشري بهم جوج ديال لي ستوديو في طنجه ب 50 مليون كل واحد لانها كتظن انه احسن استثمار في المستقبل.